على سيره اللبس والمهرجانات، دايما بتبقي لابسه شيك بس عمرك ما بتعملي حاجه ترند او زي ما هم بيسموها يعني حاجه غريبه فالناس تقول تتكلم عنك عشان دريس لبستيه او حركه عملتيها. بص، هو انا مبدئيا في السنين الاخيره ابتديت انا لاقيه الشغلانه بتاعت الستايلست دي شغلانه عبقريه، لان في النهايه كل واحد فينا ليه شغله. صح. انا مش شغلتي ان انا اتابع الموضه واعرف ايه على ايه هيبقى عامل نتيجه ايه. دي ناس شغلها ده، ده شغل ناس معينه. فبقيت بتعامل مع ستايلست بثق فيهم وبثق في ذوقهم طبعا، بعد ما بنتشاور ونتناقش مع بعض. ما بيجوش يقول لك بقول لك ايه بس ما تيجي بقى نفرقع الحاجات ونعمل بومينج يعني. لا اولا عمري ما هلبس حاجه عشان اعمل بومينج. برافو. دايما هبقى بلبس حاجه علشان انا حاسه انه ده شبه احساسي شبه في الفتره دي او المرحله دي. لكن ما بتفكريش في ان حاجه تبقى غريبه للموضوع، تلبسي بقى برنيطه، تلبسي ريش، حاجات بوصله، يعني الحاجات اللي بنشوفها اللي بتعمل لنا ديستورشن. عايزين نكمل. انا مش هينفع اتكلم او لا مش عن حد. لا لا مش عن حد، بس الافكار نفسها. يعني الافكار دي حتى في الهولي الوقت مش هينفع انظر كتير. الاوسكار بيبقى فيه كده بس. المات جالا انا كنت بعيط من كتر ما انا مش فاهمه الازياء. بس في نفس الوقت ما اقدرش انتقد ده لابسه عالي ولابسه عالي ولا بيني وبين نفسي. لان انا مش عارفه احتمال الايام تلف والاقي نفسي في يوم بعمل ما انا ده اللي سالتك عليه. ما فكرتيش اوت اوف ذا بوكس بالظبط، ومش علشان ابقى تريندينج. اوكي. انما علشان تغيير في المرحله دي انا عايزه عايز اعمل كده. تغيير. فما يعني هيبان يعني كده. مش عرفتي طبعا الموضوع اللي حصل قبل مهرجان الجونه بيوم الحريقة. بس الحقيقة بحيي إدارة المهرجان وإدارة أوراسكوم على الكرايسيس مانجمنت العظيم اللي عملوه. برافو. يعني صح. احنا على ما وصلنا ما لقيناش حاجة، كان مفيش حريقة. كان جرافيك، حريقة جرافيك. خيال. توقعت اني ممكن المهرجان. لا انا اصلا انا واصلة قبل الافتتاح بليلة بعد الظهر. اوكي. فانا وصلت لقيت نص الحيطه بتاعت البلازا سودا ونصها ابيض بيتدهن. على ما لفيت عملت كام مشوار ورجعت تاني بالليل لقيتها بقيت كلها بيضة. أوكي. ما شاء الله. وتحيه كبيره 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 لكل عامل ساب موقع طبعاً. شغله علشان يجي يساعد في انقاذ الموقف. عملوا يعني ده مهرجان دولي شكلنا قدام العالم. انجاز خطير. شكلنا قدام العالم. ما كانش ده هيحصل بدون العمال اللي عملوا ده. توقعتي تأجيل المهرجان ولا كانت فكرة بعيدة عن وانا في الطريق لما حصل ده ابتديت اكلم الناس اقول لهم ايه الف وارجع واجي ولا اعمل ايه قالوا لي لا كله هيمشي زي الجدول. كانوا واثقين في ده. وما كنتش مصدقه. حلو. لحد ما وصلت وشفت بعيني. هي الثقه. هم اكبر مشاريع في مصر هم بيبنوها، مش هيحاولوا لا بلقى. برافو برافو برافو. يعني مين اللي لبسك في المهرجان السنه دي؟ في المهرجان السنه دي بتعامل مع الستايلست اسلام متولي. هو شاب صغير في السن. أوكي. كبير في الخبره، كبير في الموهبه. أوكي. عينه حلوه جدا. بنقعد نتخانق كتير بس بنتخانق بحب وود. تطلعي زي القمر. ربنا يخليك. أمر. ده لان هو ولد عينه حلوه والميك اب ارتست دينا ديمتري انا شايفه ان هي متعلمه مكياج صح طبعاً. وموهوبه وشاطره. الكومبو بتاع الثلاثه بيخليها بتطلع حاجات حلوه قوي. والناس اللي بتعامل معاهم بصراحه كلهم حلوين قوي. السوشيال ميديا بقى، انت لسه جديده في السوشيال ميديا وبداتي تهتمي بقى. لقيتي ايه بقى لما دخلتي؟ لقيت عالم غريب ما اعرفوش. مرعب بالنسبه لي في الاول. مش فاهماه. وبعد كده ابتديت اكتشفه حته بحته وبعافر. اول صدمه خدتيها كده؟ اول صدمه لما قالوا لي اعملي ستوري. كنت مش فاهمه يعني ايه ستوري. قلت لهم يعني اللي هو هعمل ايه. انت كنتيش عارفه الستوري؟ هتعرفي الستوري يعني. انا يعني بتركز يعني فاكرهالي يعني انا بالستوري. انتوا بتهزروا. اعمل ستوري ازاي يعني؟ مش الستوري دي اللي بنمسكها في البيت نقراها نفتحها كده وقصه نقراها.
فقعدوا كتير يهاتوا في ان هم يشرحوا لي يعني ايه ستوري ويعني ايه بوست ويعني ايه ريل ويعني ايه كل الحاجات دي ويعني ايه الرد على الكومنت. ما وصلتيش لللايف لسه. لايف انك تطلعي لايف مش قلتلاش؟ لا لا ما عملتهاش. الحمد لله ما عملتهاش. لا هنعملها هنعملها يعني هنعملها لايف بعد كده. هو ده ليفل الوحش انك تفتحي لايف كده. لا انا لسه في ليفل المبتدئين خالص في قصه السوشيال ميديا دي. طب انت لو حد هاجمك يا بسمه رد فعلك معايا ايه على السوشيال؟ لا لو حد بيهاجمني بشكل موضوعي ومهذب يعني اصل مش بيهاجمني بينتقدني بشكل موضوعي ومهذب. في ناس مهذبه وفي ناس غير. لا اللي غير مهذب اضعف الايمان ما بردش ما بتعمليش بلوك. لكن لو في نسبه تجاوز معينه اتعلمت البلوك يدو كده ايوه كده هو ده ايوه وتعمل بلوك لان ما انا ما اذيتكش بشكل شخصي في حاجه عشان تيجي تاذيني بشكل مهين. بس الحمد لله لحد دلوقتي ما تعرضتش لمواقف من اللي هي السخيفه قوي اللي في بعض الناس بيتعرضوا لها. وانا بلاقي ان ده قله ربايه للاسف. صح. لا انت صح. مش معجب بيا ما تتفرجش بالظبط يعني ما تتفرجش عليا مش عاجباك بلاش مش كده طبيعنيش